السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي، صوما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أصل تقديم حلقات نجوم سبقونا، والتي فيها نستذكر تضحيات نجومنا من أجل الارتقاء في المجال الرياضي لعماننا. ومن هذه النجوم المغفور له بإذن الله الشيخ الأستاذ سالم بن حمد العلوي، طيب الله ثراه، نائب رئيس الاتحاد العماني ونادي الطليعة السابق، الرجل التربوي الاجتماعي، وهو أحد أعمدة الرياضة والتعليم في عماننا، والذي رحل عنا أمس تاركا خلفه حب كبير من جميع أفراد المجتمع العماني وخاصة في ولاية صور، حارسا من فرسان الرياضة وخاصة كرة القدم، وتنصب العديد من المناصب الرياضية، منها رئيس نادي الطليعة الفاتيني وكذلك نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم. يعتبر فقيدنا قامة مجتمعية وطنية كبيرة، ورجل رجالاته الذين ساهموا في عدة قطاعات حيوية، وشيخ من الشيوخ الأجلاء من المخلصين لوطنه ومجتمعه، وأحد الشخصيات الاجتماعية التربوية الرياضية، قدم بعطاءته واجتهد في جميع المهام، وهمها المجال الرياضي. كانت ولاية صور همه الدائم وسعي المتواصل، كان كالغيث أينما حل رحب به، كان قياديا تربويا رائعا، تميز بشعلة في النشاط والحيوية، ولديه حب للوطن وخدمته وكذلك ولايته صور. من الجانب الآخر كان قياديا ملهما وتربويا رائعا، تتلبز على يده العديد من الشباب بالمحافظة، كذلك شخصية تربوية فاضلة، خدم الوطن بإخلاص وتفاني. كانت ولاية صور أما الدائم وسعي المتواصل، أعطى في كل القطاعات، كان كالغيث أينما حل نفع، كذلك كان له دور كبير في فوز محافظة جنوب الشرقية بمسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية. كان قائدا يتحدى صعاب الطرق ليتواجد بين المعلمين وإدارات المدارس بسيارته الخاصة. كان قريبا من الجميع، يسمع للآراء ويشارك في الأفكار وينصح، وكان ناصحا وافيا. حتى في آخر ظهوره العلني قبل رحيله بأسابيع أمام المقام السامي، يستنجد للأندية العمانية ويطالب بحقوقها وحقوق الشباب الرياضية بكل شجاعة. صاحب البصمات الواضحة في المجال التربوي والتعليمي البلاد وكذلك القطاع الرياضي، الشخصية الجميلة المحبة للجميع، أحد أعمدة الرياضة والتعليم، الرجل الشهم، يعتبر من الهامات الكبيرة بصور، شيخ له مكان أينما تواجد، طنيته ونبله وأخلاقه في حضوره. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ الأستاذ سالم بن حمد العلوي، اللهم اجعله من عتق هذا الشهر الفضيل من النار. اللهم نور عليه، اللهم نور على قبره وأنسه في وحشته. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل له جوازا على الصراط المستقيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أقي بيننا وبينه في جنات الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. حلقتنا انتهت، نلتقي في حلقة قادمة من برنامجنا نجوم سبقونا.